نروح مع حضراتكم لموضوع آخر من المشروعات الكبيرة اللي الدولة شغالة عليها خلال الفترة اللي فاتت واتعمل فيها مجهود كبير، هو قطاع الكهرباء، واللي ساعدتنا بشكل كبير جدا على عمل مشروعات للربط مع عدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية كمان. عشان كده وكالة فيتش قالت أن مصر هتستفيد من مشروعات الربط بأنها تصبح مركز محوري للطاقة. تسعى الدولة المصرية لأن تصبح مركزاً محورياً للطاقة عبر مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي والميزات والمقومات التنافسية التي تتمتع بها والاحتياط اليومي بالشبكة القومية للكهرباء مع زيادة الإنتاج من الطاقة المتجددة، فضلاً عن تأسيس بنية تحتية قوية ومتكاملة على مدار السنوات الماضية. وهو الأمر الذي أسهم في دعم استراتيجية مصر للطاقة وتوجهها لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرسخ علاقات مصر الدولية. وكالة بلومبرج أشادت بتنفيذ مصر عدة مشروعات للربط الكهربائي تسمح من خلالها بإقامة نظام لمشاركة الطاقة مع جيرانها بالمنطقة، وعلى رأس تلك المشروعات ربط شبكة الكهرباء مع السعودية والسودان وقبرص واليونان. أيضاً الإيكونوميست أكدت أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان سيدعم النمو الاقتصادي والطموحات المصرية في زيادة صادراتها من الطاقة، كما يعزز من العلاقات الثنائية بين الدولتين. وأوضحت الإيكونوميست أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيسمح بإدارة أكثر كفاءة لإمدادات الطاقة في البلدين، مع زيادة قدرة مصر على تطوير مصدر جديد لإيرادات التصدير من خلال بيع الكهرباء. وتوقعت فيتش أن تصبح مصر واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة، وأشادت الوكالة ذاتها بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، حيث أدت إلى تحسين الاستثمارات بقطاع الكهرباء، وهو ما انعكس إيجابياً على النمو السريع بالطاقة الكهربائية والسعي نحو توسيع شبكة خطوط الربط مع منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.